هنا تاني على موضوع تقسيمات الارقام اللي هي قدام ايه. اول حاجه المواد الملونه ورمز لها بالحرف ايه بتتبعه الارقام من 100 ل 199. المواد الحافظه رمز لها بالحرف ايه بتتبعه الارقام من 200 ل 299. مضادات الاكسده رمز لها بالحرف ايه بتتبعه الارقام من 300 ل 399. المواد المستحلبه والمثبته وقد رمز لها بالحرف ايه بتتبعه الارقام من 400 ل 499. وكثير من هذه المواد المضافه صدرت تحذيرات من جهات علميه وصحيه بانها لها اضرار على صحه الانسان، وهي موجوده في كثير من المنتجات الغذائيه وفي المشروبات المختلفه الموجوده في الاسواق. وبناء على كل ما سبق ونظرا لجهاله حقيقيه حقيقه المواد المضافه مدى اضرارها، ونظرا لضعف الثقه بالمنتجين حيث يغلب عليهم الجشع والطمع، واكثر المنتجين للاغذيه المصنعه والمشروبات بيكونوا ناس اغرب او بتجيلنا حاجه مستورده الذين لا يعرفون، يعني طبعا مش هيهمهم بقى حلال ولا حرام، وبيبعتوها لناس مش ضامنينها. ولكن احنا عندنا هنا في رقابه من وزاره الصحه على هذه المواضيع، سواء كان على المصنعين المحليين او على المواد المستورده. عشان كده الناس لازم تطمئن، بس نقرا عشان لو في بعض الحاجات اللي هي تسبب لنا حساسيه ما ناخدهاش. فاحنا بندعو للحذر الشديد من المنتجات المصنعه بشكل عام، وبندعو للعوده للاشياء الطبيعيه في مجال الطعام والشراب، وبنقول انه من الصعوبه بمكان اصدار حكم دقيق يشمل المواد المضافه في الطعام والشراب والدواء، ان ذلك لابد ان يكون عن معرفه حقيقيه بمكونات كل نوع من الاطعمه والاشربه والادويه، وعددها قد يصل لمئات الالوف، وهذا امر عسير جدا. وقد استعرضت بعض الجهات العلميه فوجدتها تتكلم بشكل عام وتضع قيودا بيصعب من وجودها بسبب ما اشارت اليه من قليل. فنخلص من ذلك انه لا يجوز تناول الاطعمه والاشربه اللي بتشمل على مواد حافظه او ملونه دخل في تركيبها شيء اخذ من ادمي او حيوان غير مزكى، واذا كان يتعذر معرفه ذلك فيتجنب ما اشتمل على ماده حافظه اخذت من حيوان الا ما غلب الظن على انه اخذ من حيوان مزكى زكاه شرعيه. وكذلك لا يجوز تناول الاغذيه المشتمله على مواد حافظه او ملونه ثبت ضررها. ويحرم على الصنع استخدام المواد المحرمة أو المضرة بالصحة في الأغذية، وعلى المستهلك توخي الحذر وأخذ الحيطة عند شراء أغذية تحتوي على مواد حافظة، ولو أمكن تجنب هذه الأغذية قدر المستطاع فهو أولى، وهناك صعوبة واضحة في التحقق من ذلك. وخلاصة الأمر أنه لا شك في الأضرار اللي بتنتج على المواد المضافة للأغذية والأشربة المصنعة، وأنه يصعب إصدار حكم عام في حقيقة هذه المواد، والتي ننصح به هو تجنبها بقدر المستطاع، وعلى أصحاب مصانع الأغذية والمشروبات والأدوية والتجار المستوردين لها في بلادنا أن يراعوا أن هم يدوا للناس حاجة تكون سليمة في منتجاتهم، واتقوا الله في ذلك، ويعلموا أنهم مسؤولين أمام الله الذي لا تخفى عليه خفية، ويتجنبوا تناول المحرمات وما فيه من أضرار، ويبعدوا عن الشبهات. مع السلامة.